خطة تسعى إلى تقسيم سوريا إلى أقاليم تبنتها الدول الكبرى ومن المتوقع تطبيقها قريباً، حذر حزب سوري منها ومن تأثيرها على البلاد. فما هي الخطة؟ الحزب السوري الديمقراطي الاجتماعي أكد أن هناك مشروعاً سياسياً وعسكرياً يجري العمل على تنفيذه منذ أشهر، سيكون الخط الرئيس لمنح الأحداث في سوريا خلال عام 2024. فبحسب ما نشره الحزب على حسابه على موقع فيسبوك، فإن روسيا الاتحادية ودولاً عربية ودولة العدو وتركيا وافقوا على إقامة حكومات محلية في معظم المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام السوري حالياً، على أن تتبعها لاحقاً المناطق الأخرى وتشكل فيها حكومات محلية أو أقاليم حكم ذاتي أيضاً. الحكومات المحلية التي ستتكون في الأقاليم اتفقت الدول على أنها ستتكون من قوى وشخصيات كانت مرتبطة بالنظام وأخرى معارضة، كما ستضم رجال دين ووجهاء عشائريين ومثقفين وأعضاء في الجيش الحر، لكن بشرط أن يكونوا جميعاً من المناطق الجغرافية، وستتبع لهذه الحكومة قوى أمنية وعسكرية مؤلفة من أبناء كل منطقة أيضاً، وستضم عناصر تابعة للنظام وأخرى من الجيش الحر والعسكريين المنشقين. وستقوم القوات الروسية الموجودة في سوريا بقيادة هذه العملية من كافة جوانبها على أن يكون التمويل من جانب عربي. المشروع الذي تقوده روسيا في سوريا يرمي إلى 3 أهداف استراتيجية، أولها إخراج قوات طهران من سوريا، حيث ستتولى حكومة كل منطقة والقوات التابعة لها مهمة إجبارها على الانسحاب بدعم وإسناد من القوى المتوافقة حول المشروع. والهدف الثاني يكمن في تقويض النظام السوري ورئيس النظام بشكل تدريجي عن طريق تهميش مؤسساته وأجهزته الأمنية في مناطق سيطرة الحكومات المحلية وحصر نفوذه في دمشق ومحيطها وصولاً إلى إزالته في نهاية العملية. الهدف الأخير يتمثل في انفراد روسيا بالهيمنة المطلقة على الأراضي السورية والحصول بشكل ضمني على دور الدولة الوصية أو المنتدبة على البلاد، حيث ستدير سوريا وفق نموذج الدول التابعة للاتحاد الروسي. وبحسب بيان الحزب السوري، فإنه تم بالفعل إنشاء نواة الحكم المحلي في 4 مناطق وهي درعا والقنيطرة والسويداء ودير الزور والرقة، وأخيراً في الساحل السوري، كما أنه جرى تشكيل قوى عسكرية تابعة لها تحت مسميات مختلفة. أما عن دمشق، فأوضح الحزب أنها بحسب الخطة ستبقى خارج العملية حتى الوصول إلى المرحلة السيادية، وبالتالي يبقى النظام السوري مسيطراً عليها.